استنى الفاضل، كيف كانت خبرتك منذ أن ولجت كأستاذ للرياضيات في المتوسط؟ الحقيقة هي خبرة أقول هي متواضعة، لأننا لم نقدم ما كنا نحلم به. يعني حتى هذه الفترة وإن درسنا لمجموعات كبيرة من الشباب، والحمد لله نفخر أن هناك العديد من الشباب الكثير الكثير في مناصب، ولله الحمد، في مناصب عليا. عليا وتخرج الكثير، ولكن مع هذا نحس دائما أننا لم نقدم ما كان يجب أن نقدمه. لا أدري هل هي ظروف البيئة التي نعيش فيها، لأن نسعد كما تعلم بمدينة ثقيلة منعزلة، وإن كنا نحبها هذا قدرنا حبها، ولكن هي في الحقيقة الانعزال والانطواء لم يترك لنا مجال أو حتى نقدم ما كنا نحلم بتقديمه. هي خبرة، كما قلت لك، خبرة متواضعة اقتصرت فقط على التدريس، لم نقدم الكثير، لم نقدم الكثير. ربما الإمكانيات كانت قليلة، هذا صحيح. ربما الظروف كانت صعبة، وحتى الوسائل البيداغوجية ما كانتش متوفرة كما هي اليوم الآن. هذا صحيح، هذا صحيح. هذا لم يكن، لم يكن متاحا لنا الكثير من المسائل. مع هذا في الحقيقة ممكن لم نبذل المجهود الكافي، لأن يعني ممكن حتى هذه الأمور كان ممكن نتجاوزها بقليل من الإرادة، بقليل من البذل أكثر، وإن حاولنا في الحقيقة أن نبذل جهدنا، لكن دائما نحس أن هناك تقصير، كان أمور كثيرة كانت تجول في الذهن لم نحققها. كيف كانت عقلية التلميذ آنذاك؟ الحقيقة كان مجتمع ككل، كان مجتمع مترابط، تحس أن هناك علاقة بين البيت والشارع والمسجد والمدرسة، كانت هناك فعلا تكامل، تكامل في الأدوار، حقيقة كان هناك تكامل. كنا أنت كما تعلم أن مسعد كنا لا نعرف فيها التلفزة إلا تقريبا في نهاية السبعينات، السبعينات. كان لدينا فراغ كبير، هذا الفراغ كان يملأ بتوجيهات الأولياء، بتوجيهات الكبار بصفة عامة. كان التلميذ في فترة اللي كنا ندرس فيها في البداية، فعلا تحس على الفطرة، التلاميذ على الفطرة، الإقبال على الدراسة، إقبال كبير على الدراسة، شوق للتعلم، احترام للأستاذ، للأستاذ، احترام للمدرسة، كانت أمور كثيرة كنا نعيشها للأسف تبدو في هذه السنوات الأخيرة وكأنها سراب، نراها كسراب، فقط حاجة كانت من الماضي، وإن كان مازال الخير الحمد لله. هو معناها اليأس، لازم اليأس، لأن القنوط من الأمور، ممكن حتى من الكفر أو من القنوط، لأن دائما هناك أمل، هناك دائما أمل أن الأمور ستكون إن شاء الله في تحسن. حتى مثلا في السنوات الأخيرة هذه، نعطيك مثال، أحيل مجموعات كبيرة من الأساتذة على التقاعد، فالكثير يقولون أن المدرسة قد خسرت هذا الجيل، ولكن في الحقيقة
أن هناك الكثير من الشباب اللي الآن خلف الجيل الأول الراية الكثير الكثير تحس فيه العطاء بصدق، وممكن حتى الدراسة أعمق معناها، أو مثلا شهاداتهم ممكن حتى تكون صورة معناها دراستهم هما أكاديمية أكثر من مما كنا نحن، وتحس في الشباب هذا في الكثير، أنا لا طبعا هناك نقائص، ولكن الكثير من الشباب فعلا تحس فيهم بذل مجهودات، رغبة في تحسين، في رفع من المستوى، في الكثير الكثير، وإن كنا فعلا خسرنا الجيل القديم. وكان هناك ظاهرة نأسف لها، أننا العموم عندما نحال على التقاعد لا نحاول أن نذكر تجربتنا، ليس لدينا نواد مثلا للمجموعة هذه المتقاعدة يلتقون فيها يتحدثون فيها عن تجربتهم، لا توجد هذه الأشياء، وهذا من نقائص كبيرة جدا للأسف. لا أدري هل طبيعة البلد، هل الثقافة التي تحصل عليها هؤلاء، يعني لا يوجد تواصل بين هذه المجموعات التي أحيلت على التقاعد وبين الشباب هذا الجديد. نحن الآن أقول لك أحيانا ندخل إلى مدرسة نحس أنفسنا غرباء، وكأننا لم نمر بهذا، يعني تذهب إلى المدرسة تحس نفسك فعلا غريب، لا علاقة لك بهذا المجتمع هذا أو هذه المدرسة أو هذه الأمور المؤسفة في الحقيقة. هل تتذكر أسماء من عملوا معك في البداية؟ كانوا مثلا في المادة كان المرحوم العباس محمد رحمه الله، كان الأساتذة الذين علمت معهم، كان هناك مثلا ابن قويدر أحمد أستاذ الفاضل، كان تخرج مدير إكمالية، كان هناك من القدماء جدا الأستاذ الفاضل وهو كان معلمي في الابتدائي جاجا محمد، ودين بالكثير. كان هناك من الأساتذة في الظلام مثلا دودو محمد شهيد بن خير رحمه الله، وعلى رأس هؤلاء كل المجاهد حاشي عبد الحميد، وكان من الزملاء اللي ممكن في جيلي كان مثلا نوري طيب، كان مثلا هلوب نور الدين، مسعود بالقاسم، الكثير. وحتى من تلاميذي اصبحوا زملاء لي مثلا كما مدني علي طش زين العابدين والكثير، اتذكر الكثير وانسى. والقائمة طويلة.